السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. حنحاول اليوم نشرح موضوع المانوميتر التبايني وكيفية استخراج المعادلة اللي نحسب من خلالها فرق الضغط. مثل ما تشوفون بالشكل الآتي، عندنا النقطة A، عندنا النقطة A والنقطة B. هذه النقطتين طبعا هنا اكو سائل يجري بسرعة معينة، فاكيد راح يولد لنا ضغط بهاي عند هاي النقطة وضغط عند هاي النقطة. طبعا الضغط حيكون مختلف لانه بوجود هذا خلينا نقول الفتحة راح يضيق، تضيق الفتحة فالضغط راح يتغير. فالمفروض هسه نحسب فرق الضغط بين النقطة A والنقطة B. اول شيء راح نجي احنا بما انه المانوميتر هذا الجزء المانوميتر راح يكون في وضع ساكن، السائل المقياس راح يكون في وضع ساكن، اذا نقدر نستنتج انه مجموع الضغوطات راح يكون صفر. فنجي نسوي الضغوط، نحاول نشوف شنو الضغوطات الموجوده ونجمعهن ونخلي الناتج يساوي صفر. فأول شيء الضغوط المؤثرة هي الضغط الـ A بي A. زين الـ بي A دي يعني يأثر بأي اتجاه؟ بهذا الاتجاه مثل ما تشوفوا، صحيح؟ زين بي A. عندنا الضغط الآخر، الضغط الآخر هو ضغط ارتفاع عمود هذا السائل اللي هو H1، فاللي دي يأثر بهالاتجاه، يعني الاي دي يأثر بهالاتجاه، البي ايضا دي يأثر بهالاتجاه، الاتش دي يأثر بالاتجاه المعاكس. فش نسوي؟ نطرح نقول ماينس لرو للووتر، خلني هو نعتبر هذا السائل ووتر، في الجي اللي هو التعجيل الارضي في الاتش 1. هذا اول شيء. زين بعدين نجي هذه المنطقة مثل ما تشوفون، حخليها باللون الاسود. هذه المنطقة هي منطقة خلينا نقول ميتة، أو منطقة نسميها الضغط غير مؤثر بها. ليش؟ لأنه عندنا ضغط بهذا الاتجاه وضغط بهذا الاتجاه، ضغطين متعاكسين لنفس السائل ولنفس الارتفاع، فنعتبره صفر، يعني ما ناخذه بنظر الاعتبار عند حساب المعادلة. زين نجي عندنا هذا أيضا الضغط، أيضا ضغط ميت أو ضغط نقدر نهمله، لأنه بهالاتجاه عندنا ضغط وبهالاتجاه عندنا ضغط، نفس السائل اي نفس الكثافة ونفس الارتفاع، اذا يهمل هذا ايضا يهمل. زين نجي نتبع ال H2. ال H2 هو ضغط الزئبق او سائل المقياس. ال H2 اذا يأثر بهذا الاتجاه دي يأثر، اذا هذا قلنا ال PA دي يأثر بهذا الاتجاه، هذا الضغط الثاني دي يأثر بهذا الاتجاه، خطيته ماينس. زين ال H مين دا تأثر؟ دا تأثر أيضا نفس اتجاه هذا الجزء. إذا شنطيها؟ أنطيها نفس إشارة هذا الجزء وهي حتكون ماينس، فأنطيها ماينس يعني ناقص رو المل للزئبق ال H G التعجيل نفسه وال H 2. زين إذا هاي انتهينا معناتها. نجي هاي المنطقة أيضا هي منطقة ميتة أو منطقة ضغط متعادل احنا نسميها، فيهمل. نجي ايضا من النقطة هاي الى من النقطة 5 الى النقطة بي، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الضغط الموجود هو ايش راح يأثر؟ بأي اتجاه؟ راح يأثر نفس اتجاه ال A، فنعطيه موجب، فنقول موجب، هنا راح اكملها موجب. موجب شنو؟ عندنا ها هذا موجب ال رو للووتر زائد في جي. هنا راح يصير عندنا H1 زائد H2. ليش؟ لأن هذا ال H1 هذا تشوفوا هذا ال H1 زين وال H2 هذا، فمجموعهم يصير H1 زائد H2. بهالطريقة هاي طبعا اعطيته بلس، يعني اعطيته زائد. ليش؟ لأنه يأثر بنفس اتجاه A. زين نجي على البي. البي دي يأثر بأي اتجاه؟ عكس اتجاه اي. لو تشوفون تلاحظون البي دي يأثر، فنعطيه ماينس بي
المن للبي ويساوي صفر، مجموع الضغوط راح يساوي صفر. طبعا من اقول مجموع حسب الاشارات يعني. زين هسه اجي شنو الشغلات اللي راح تكون متشابهه، المقادير المتشابهه. طبعا بعد تفصيل هذا اذا اريد افصل هذا المقدار ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي رو المن للووتر جي اتش 1 زائد رو ايضا الووتر جي اتش 2، لكن احنا طلعنا عامل مشترك. زين هنا هسه نجي شنو العلامات؟ هذا موجب، هذا سالب، اذا شنو؟ خلينا نمسح هاي الاسهم، راح يختصر وياه صحيح. زين عندنا ايش بقى؟ عندنا بقى عندنا هذا المقدار، وبقى عندنا هذا المقدار، وهذا المقدار، وهذا المقدار. فمن اجي اكتب هالمعادله بعد التعديل ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بي اي اشارته موجبه طبعا، هنا ماينس رو للاتش جي في التعجيل في الاتش 2 ماينس حطيته، بعدين هنا شنو؟ بلس اللي هو زائد رو للووتر جي الاتش 2 ايضا لانه نفسه هذا المقدار الاتش 2. زين هذا اللي هو هنا. زين ماينس بي المل للبي ايش راح يساوي لي؟ صفر. بعد ما ارتب المعادله واخلي البي اي ماينس بي بي في جانب، بي اي ماينس بي بي خليها في جانب وهو يعني نفس الجانب ما راح اغيرها، راح انقل المعلومات ذني المجاهيل ذني، راح انقل المعلومات الى الجانب الاخر. بعد ما خليت البي اي والبي بي في جانب وهي المجاهيل، راح اخلي المعلومات في جانب اخر يساوي راح يكون عندي هاي راح اشارته تنقلب لانه يروح الى الجانب الاخر، هذا راح يروح للجانب الاخر تنقلب اشارته، وهذا ايضا راح يروح تنقلب اشارته. زين فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بلس او اي بلس رو اتش جي اتش 2 هذا اشارته موجبه راح يكون ماينس رو للووتر جي اتش 2. زين الان اقدر اطلع عامل مشترك اللي هو الجي اتش 2، اذا اقول ويساوي جي اتش 2 في راح يكون عندي الرو للاتش جي اللي هو سائل المقياس ماينس رو للووتر وهو المطلوب. او اقدر شو اسوي؟ بس خلي احذف هاي، نحذف هذا الجزء حتى يصير عندنا مجال. اوكي اسف، نحذف هذا زين. او شو نقول؟ لو تلاحظون الجي اذا ادخلها على القوس ايش راح يصير؟ ويساوي الاتش 2 وحدها في جاما للاتش جي اللي هي الكثافه الوزنيه، الكثافه الكتليه في التعجيل كثافه وزنيه، ماينس الجاما المن للووتر وهو المطلوب. واذا عندكم اي سؤال فاني حاضر بالمحاضره ان شاء الله نتناقش بالموضوع. شكرا جزيلا على اصغائكم.